بس يا شباب، ويانا كي شنو كي كرنفال في اي بي، يعني فئة خاصة، ما تجي كل الفئات هيك. هاي الفي اي بي خلي نشوفها ونشوف تفاصيلها. طبعا الكراسي كهرباء وبهن مساج همين وفول، يعني مثل ما تقول فول في اي بي. هذا الكرسي تقدر تفر الكرسي، هاي السيارة منها، هاي الستير مالتها، الجير ماوس، وما شاء الله تلفزيون. يا ابو اخ والله حلوة الدنيا. تقول يا شباب الدنيا حلوة فتي زين. شومو زائد القمارة، يعني ما اعرف شو نسوي له فتي، كلش حلو. خلينا نشوف الخانة الأخيرية. الله ما شاء الله ما شاء الله، شوف قاعدة هنا فتشي. هاي ما السفر، هاي السيارة ما السفر بصراحة. تبريد بالسقف، تبريد بإنارة، سماعات محيطية، والكراسي كهرباء زين. هنا عندك تلفزيون شاشة كاملة. طبعا هذا التلفزيون او الشاشة راح اقرب لكم اياه، شفته بسيارة ما راح اذكر شنو اسمها. من تنفتح الشاشة تسد هاي كلها فتصير مزعجة. لا هنا ابد مو مزعجة، يعني مخلينها مكانها زين. بصراحة هاي السيارة اذا تسافر بها منا لامريكا عادي. لان صدق في اي بي. هاي السيارة من الداخل، خلينا نشوف السيارة منها. طبعا البيبان كهرباء مثل ما قلت لكم. وهذا السيارة منها شوف شلون. حلو. وهذا الباب بلاستيك جلد بيانو بلاك. هاي الشاشة الأمامية والجير ماوس، تحكم بالتبريد وبالتدفئة كله لمس. شاشة كبيرة مثل ما تشوفون في اي بي، اربع كاميرات. هنا ايش عندنا؟ عندنا مثبت سرعة ذكي، مو رادار، مثبت سرعة ذكي. هذا مثبت السرعة ذكي، اليوم من اريد اثبت السرعة اني ايش راح اسوي؟ اضغط هاي مرة واحدة واضغط اتجاه لي جوا. مثلا انا بالطريق وردت ادوس بريك راح يلغي مثبت السرعة، واريد ارجع ماكو داعي بعد ادوس ذني الدقم، ادوس هذا مرة واحدة راح يرجعني على السرعة اللي انا كنت مثبتها بيها. هنا فتح الصندوق الذكي، هنا هاي ما اعرف شنو، هاي اغلاق البيبان الخلفية الكهرباء. والسيارة ماشية 55 كيلومتر بس، وشاشات وما شاء الله. هاي سعرها همين بعد ما محددي؟ لا هاي 120 مليون محدد سعرها. ها 120 مليون. هاي فول اوبشن. فول اوبشن في اي بي. محركها 6 سلندر 3500، وراح نشوف لكم هاي التفاصيل مال السيارة يا شباب. 3500 6 سلندر. لنا انتهى الفيديو مال فرع شركة كي، بس بعدنا وياكم نشوف باقي الأقسام اللي بمعرض بغداد الدولي. شركة كي اعطوني هدية.